انزلي انزلي شوي للواقع وفكري باللي موجود. يعني مين مفكرة حالك انه هيك بهالطريقة؟ وعن جد في فترة ما انه بقول اه والله ما حق. المجتمع هذا رح يتهمك في اكثر شيء حساس عشان يحجمك ويقزمك اللي هو شرفك. اي حاجة ما رح تخدمني let it go. بعطيكم مثال شوية شخصي لمحالة. زمان في حدا تقدم لي يعني when it comes to yourself and your time you have to say politely no. من حقي ها من حقي انا بحب نفسي من حقي. هلا اميغوز انا ميرا المرمونة الحلوة الأمورة ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم انطلب مني بعد فيديو الـ Q&A وقلت لي ميرا سوي لنا فيديو عن حب الذات. شو هو حب الذات؟ سو بما انه الفيديو راح يكون توكس وي نيد هي كوفي. جيبوا القهوة جيبوا حبشكلتكم. الخيانة دايما كشفها اليوتيوب. في كثير ناس عم تحضرني ومش مشتركة في القناة. امتى راح تستحوا على حالكم وتشتركوا في القناة؟ بشوفكم كلكم تحت مشتركين في القناة وبتحبوني في التعليقات. اوكي بيبي اوكي 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 سو اشتركوا في القناة احبوني في التعليقات سووا لايك للفيديو تابعوني على الانستغرام. قبل ما نبلش الفيديو بدي اقول اني انا سويت بودكاست او بث مع الدكتور صلاح الدين خالد دكتور جزائري على الانستغرام تبعي. فيكم تفوتوا على الانستغرام تحضروا هالفيديو. هذا مهم مهم جدا جدا تحضروه لاي حدا بده يروح يدرس في روسيا. لاني دائما بقول لكم انه انا راح اسوي فيديو عن الدراسة في روسيا بس الصراحة بالضغط اللي عم بيصير في حياتي بنسى بتناسى. فالفيديوهات او البودكاست هاد الموجود على الانستغرام تبعي يحكي عن الدراسة في روسيا بشكل واضح وصريح وبمعلومات مستحيل حدا يقلكم عليها. شوفوا الفيديو. للأسف انه انا في الفيديو كنت عم بحكيش بالانجلش واللهجة التونسية. حاولت انه انا احكي لهجة تونسية مبسطة فبعتذر مسبقا اذا حدا ما فهم كلامي. وتابعوا دكتور صلاح الدين لانه عن جد he is so inspiring وكان الحوار ممتع جدا معاه وحوار جدا راقي. فبنصحكم انكم تشوفوا الفيديو. انا اصلا بشوفه ومستمتعه. يعني تخيلوا انا من الناس اللي مستحيل بحضر شيء انا جزء منه. فرحت عد شفت البث. البث كثير حلو وبتمنى الناس انها اللي حضرت البث انه حبيتوا يعملوا الحلو انتوا. طبعا شباب اذا عم تحضروا الفيديوهات فيكم كثير تستفادوا وخذوا المعلومات اللي انتوا عم بتناسبكم. اول نقطه بدي احكي فيها انه الناس عم بتخلط ما بين حب الذات والغرور. يعني بيتهموا الشخص اللي بيحب ذاته انه او ماي جاد انت شخص كثير مغرور وشو هالنرجسية اللي فيك. الشخص المغرور او المتكبر او النرجسي له علاماته المعينة والشخص اللي بيحب ذاته له كمان علامات معينة. مثلا الشخص المغرور ولا الاناني. الانانية طبعا هي طبع عنده نقص. النقص هذا عم بيطلع فيه بتهجمه او بتكبره على الاخر لانه الشيء الوحيد اللي يخليه عم يفرض نفسه او عم يعطي attention. على عكس الشخص اللي بيحب ذاته هو اصلا اخر اهتمامه الattention تبعك. it's totally different. حب الذات بالعكس بيعطينا قوة وبيساعدنا لتحقيق احلامنا. اول شيء رح احكي على boundaries. حب الذات الشخص اللي بيحب ذاته بيكون عنده boundaries معينة بيهتم بحاله وما بيضحيش بحاله مشان ارضاء الناس. اي بمعنى اخر لا يقبل باقل من ما يستحق. so we have to set our healthy boundaries. لازمنا يكون عندنا معاييرنا الصحية الخاصة. هاي حدودي انا انت ما عندكش اي حق انك تقرب منها سواء هذا كان في علاقتك مع حبيبك زوجك زميلك في الشغل صديقك صديقتك شو ما كان انت حاطة your own boundaries. وطبعا انت لازم تكوني مرأة ذكية مش تيجي لفلان تقولي له oh my god هذا الباندوريز تبعي ما تقربش مني. خاصة في العلاقة العاطفية لازمك تفرجي حدودك بدون ما تفرجي حدودك وتكوني صارمة عشان الطرف الثاني يحسب لك مليون حساب. لانه اذا انت عديتي مرة عشان انت ترضي فلان انت مفكرة هيك انه فلان هذا رح يحس ويقول او ماي كاد انها هي ضحت. لا فلان لن يعترف بذلك.
فلان راح ياخذ انك انت تو ايزي، انه عادي، راح ياخذ الموضوع از جرانتد. واياك انك تحسي، خاصه يعني الشخص اللي انت معاه في علاقه، انك انت شخص مضمون، لانه اذا انت شخص مضمون خلاص انت كرتك تحرق. المراه اللي بتحب حالها، اللي تحترم حالها، هي اللي تخلي الناس غصبا عنهم يحترموها بقيمها ومعاييرها والباندريز اللي تحطها، بدون زي ما حكينا انها تقول هاي ماي باندريز، يعني خليك هيك عندك برستيجك يا أختي يا أختي يا أختي. الشغلة الثانية اللي أنا بالنسبة لي جدا جدا مهمة لصحتي النفسية، إنه يكون عندي وقت لنفسي. أنا ككونتنت كرييتر، كصانعة محتوى، يفرض علي إنه أنا دائما أصور حياتي أو دائما أكون متواجدة على السوشيال ميديا، وهالشي بيرجع كثير على صحتي النفسية. يعني إني أنا بنزل كل يوم أو أصور كل يوم هو شيء كثير صعب، فلما بحس إنه أنا خلاص ما عندي طاقة بقعد مع حالي يوم يومين لحتى الشعور هذا تبع إنه أنا ما عندي طاقة لأي شيء بيروح. وكمان الناس اللي بتعرفني، أصدقائي، أهلي، الناس اللي بتتعامل معي، خليتهم يعرفوا هالشي عندي. يعني أنا إذا أنا تعبانة وأنت متصل علي ومفكرني إنه أنا رح أرد عليك، لا أنا مش رح أرد عليك، لأنه أنا أولا بعدين تجي أنت. أنا بعد ما أكون أنا منيح وأنا فيني أعطيك طاقة حلوة، تعال أهلين فيك، بس إنه أنا عندي طاقة سلبية وتجبرني مثلا إني أنا بحكي معاك وأعطيك طاقة سلبية، لا لا. زي ما بقولنا set your boundaries، خلي الناس تعرف انت شو، كيف تتصرف، كيف تتعامل، ما بعرفش ايش. فانا في الموقف هذا اجيت وبالحب وبالحوار وضحت للناس اللي بتعني لي هالشي، انه انا اذا انا في in my bubble، اذا انا خلاص اتقوقعت، ومن حقي، ها من حقي، انا بحب نفسي، من حقي اتقوقع واعتني في الفترة هذيك بنفسي واعيش الشعور، وانت كشخص مقرب مني ما عندكش الحق انك تلومني. عندك شيء واحد ممكن تسويه، انك انت تتقبلني وتتفهمني. وبشدد اكثر واكثر على الناس اللي بتعاني من خوف، انها تخاف انها تقول لا عشان تفقد فلان او تخسر فلان. When it comes to yourself and your time, you have to say politely No, I cannot do it. No, I cannot respond to you. I don't have a time. I don't have a potential. I don't have energy to do it. بيت القصيد، مهما كنت شخص اجتماعي، من المهم جدا انك تلاقي وقت لنفسك، ويعني ترجع فيه حالتك النفسية، حالتك العاطفية، ايش عم بيصير، من ليش بحس هيك، وما تتقوى على حالك وتعيش شعور غير شعورك. لانك انت لما تكون في حالة يعني سلبية وبدك تكون ايجابي غصبا عنك، هاي في حد ذاتها سلبية. It's okay, you will not be positive always. لا تتصرف كأنه ما في شيء، لا، لما يكون في شيء، لا خلاص في شيء. اعطي لحالي بريك من العالم واحاول اني اتواصل مع نفسي. لازم تعرفوا انه حدسنا صادق، يعني انت لما تحس من جوا في شيء غريب او تتحرك، مش على الفاضي، مش على الفاضي، هي هبة من رب العالمين اعطاها فينا. فلما يجيك شعور انك انت مش منيح، بدون تقول انا ليش مش منيح، ما فيش شيء صاير يعني سلبي في حياتي، او ما فيش يعني شيء معين عم بيصير، هالشعور هذا بيدل على انه في شيء غلط. wake up baby، لازمك تصلح الغلط هاد. ممكن يكون في الروتين تبعك، انت شو عم بتسوي كل يوم مثلا، ممكن تغير شي معين، او ممكن انت تكون شخص تاعب وتحتاج للراحة. فلازم نركز على الافعال والعادات اللي احنا بنسويها كل يوم، لانها بتأثر جدا على مزاجنا. بعطيكم مثال، انا لما اروح للجيم بحس بطاقة خرافية، وانه انا عندي potential اني انا اسوي كثير اشياء في يومي. فممكن افعال معينة بسيطة نسويها، يا اما تحسن المود تبعنا او بتنزلوا، يعني خلوا الانرجي تبعكم like a currency. يعني مثلا في البورصة، انه دايما بدك العملة تبعك تكون عالية، فانت الانرجي تبعك حاول انك دايما تخليها عالية بالافعال اللي انت بتسويها كل يوم. إذا انخفض it's okay, not a problem at all. بنعيش الشعور لكم يوم وبعدين رح نتحسن. فزي عم بحكي لكم انه دايما فكروا كيف تغيروا روتينكم بطريقة إيجابية. يعني والله العظيم والله العظيم، لو حدا بيقول لي انه أنا حاليا رح أقدر أعيش الروتين اللي أنا فيه حاليا، بقول له مستحيل. يعني أنا حاليا حرفيا بخطوات بسيطة جدا
عم عيش الروتين اللي انا طول عمري بحلم فيه. من شغلة ثانية مهمة للكوميونيكيشن، دايما حاولوا تخصوا وقت معين تصرحوا فيه حالكم بدون مشتت، بدون موبايل، بدون حكي مع حد، تقعد مع حالك سواء تسوي مديتيشن، ما بعرفش انا تسمع قرآن، تجبد تاخذ كابي بوك ولا اللي هو تاخذ جورنال وتكتب مشاعرك وتدون، تكون صادق مع نفسك. خلوا دايما في كوميونيكيشن ما بينكم وبين حالكم. يعني ليش انه احنا مثلا نسمع لصديق لانه بفضفض وبيحكي وبنسمع وبنحاول نلاقي له حل؟ ما هو كمان نفسنا تحتاج منا هالشيء، انه احنا نسمعها نفسنا شو بدها منا، شو بدها توصلنا. كل يوم جسمنا وعقلنا قلبنا وروحنا يتواصل معنا برسائل، فلازمكم انتم تحلوا هدول الرسائل. يعني مثلا المرض هذا بيعبر انك انت ممكن ما اهتميتش باكلك فور اكزامبل، ما اهتميتش انك انت تسوي رياضة. يعني الكون كله عم يتواصل معنا، المهم انه احنا نركز شو هي الرسالة. وبما اني بحكي فيه على التواصل، سو احكي لنفسك مثلا what you are proud of، انت شو الشي اللي بتفتخر منه، انت شو الشي اللي عاجبك في نفسك. كن واعي بالتصرفات اللي بتحكيها لحالك. يعني انا اعطيكم an example، انا كنت دايما بقول كلمة بطريقة المزح، كنت نقول وقت اللي كانوا يوزعوا في الزهر انا ما كنتش موجودة، يعني وقت اللي كانوا بيوزعوا في الحظ انا ما كنت موجودة، وانا بقولها بالمزح بس انه I attract this، انا بجيب الحظ يعني السيء لحالي. فكثير انتبهوا للأفرميشن اللي احنا بنقولها والمتوارثة بطريقة المزاح، لانه we attract what we say. واحنا يا جماعة مخنا ما شاء الله عنده imagination رائعة جدا، فلما نحكي او نجيب شيء سلبي في حالنا بتتواصل سلسلة الافكار السلبية، ومن فكرة تجي مليون فكرة سلبية. فاذا نخلي هاي يعني المرحلة هاي تطول معنا، فبتصير عنا insecurities، تنخلق عنا الانسيكوريتيز. وممكن لو عنا مثلا تروما من شيء معين او شكوك من شيء معين بتأثر حتى في علاقاتنا، بتصير الانسيكوريتيز تبعنا يعني شخص منيح مثلا معنا وهيك بالانسيكوريتيز تبعنا هيران مسكين يهرب يقطع معناها. فوي هاف يعني always to talk with ourselves، فلازم دايما نبني هالحوار هذا مع نفسنا عشان ننتبه. وسامحوا حالكم، تصالحوا مع ذواتكم، تسووا meditation، تعمقوا مع your inner child، مع الطفل الصغير اللي فيكم، وحاولوا انكم تكونوا دايما صادقين مع نفسكم. وفي كل يوم بتحسوا فيه انكم مش مناح، دايما تذكروا حالكم بالاشياء المنيحة اللي عندكم. والله عندكم اشياء بتجنن، بس انتوا ركزوا فيها. بدل ما نركز بالاشياء اللي مش عندي، بالاشياء اللي مش عجبتني فيها، بركز في الاشياء اللي عندي واطورها، وعشان تصنع فيها شخص احسن، لان كلنا ناس منيحة. بدون ما بحكي لكم على تنظيم النوم، لانه انا شخصيا كنت ولسه لمحالة انه هلأ بحاول اثبت هاي العادة، كثير السليب سايكل تبعي مخربطة، ولما يكون نومي مخربط نفسيتي تكون مخربطة، فبيأثر على انتاجيتي، بيأثر على نفسيتي. فانتبهوا من هاي النقطة هاي. بنفس الوقت اخلقوا لحالكم روتين صحي، انه بتناموا في وقت معين، تصحوا في وقت معين، اللي انا حاليا قاعدة بسويه، بتمرن، باكل اكل صحي، بنتبه لاكلي حرفيا والله العظيم في هاللحظة هي بستشعر في كل ثانية حبي لنفسي. في كل يوم بصحى فيه من اول ولنهايته بختار فيه نفسي. رح تقول لي يا ميرا شلون؟ اختار نفسي لما اروح اتمرن وبحافظ على صحتي، مش عشان احصل على جسم منيح، لا، عشان احافظ على صحتي، عشان اتخلص من توكسيك انرجي. بحب نفسي لما انا بقرا على اكله معينه او اسوي اكله معينه صحيه بتفيد جسمي. احب نفسي لما اقرا كتاب وافيد مخي بمعلومه جديده. احب نفسي لما اذاكر عشان اصير دكتوره منيحه تفيد الناس. ففي كل يوم وفي كل شيء تافه جدا بسويه انا بختار فيه. الشغله الثانيه اللي بدي احكي فيها انه لازم تخلق بيئه لنفسك تقدر تزدهر فيها، بيئة نقدر نرتكب فيها الأخطاء، بيئة تقدر فيها تنمو. هاي البيئة هاي هي الناس اللي أنت تتعامل معهم. لما أنا بكون مع ناس غلط رح أكون unhappy،
بعطيكم مثال شوية شخصي لمحالة. زمان في حدا تقدم لي يعني على سنة الله ورسوله، طبعا ما صارش هالشيء بحكم انه ما فيش توافق فكري ما بيني وبين هالشخص هاد. المهم بتذكر في هذيك الفترة ايش بيقول لي، لما تتنفسي تقولي لي انك راح تتنفسي، لما تيجي تفكري تقولي لي انك انتي راح تفكري. كنت كثير unhappy في هذيك الفترة المعينة لانه انا مش مع الشخص الصح. لما تكونوا مع الناس الصح او الاصدقاء الصح او العلاقة الصحية الصح، ما عندكم لا موهبة ولا اذكياء ولا عندكم اي شيء بنقول، يعني حتى لو انتوا ناس ما عندكم كثير potential بيصير عندكم طاقة رهيبة جدا لانكم انتم مع البارتنر الصح. بينما انتي لما تكوني مع البارتنر الغلط فيعطيكي توكسيسيتي كثير كبيرة لدرجة انك انتي ما بدك تسوي اي شيء او يقنعك بالافكار اللي هو عندك، لانك انتي لما تكوني مع شخص معين بتعطيه القدرة على التحكم في الانرجي تبعك. حبيتي او كرهتي، لما تكوني مع الناس الغلط بتعطيهم طاقتك وتاخذي منهم طاقتك. هيك لما نحكي على الباندريز ضروري جدا يكون عندك ستاندرز في الريليشن شيب، لانه احنا البنات وحبينا او كرهنا المجتمع يجبرنا سواء بالسن بانك انت مرأة نهايتك البيت مهما عليتي نهايتك المطبخ وانت دورك تجيبي اطفال. المجتمع بيحب يحجمنا ويحجم قدراتنا لانك انت اهلا بك سيدتي انت في المجتمع العربي. اختاروا البارتنر تبعكم الصح، ما تخلوش المجتمع يأثر فيكم بسنكم انك وصلتي سن معين، اني فلانة تزوجت قريبتك تزوجت، شو خصك؟ شو خصك؟ هل انتي بتعيشي حياة فلانة؟ ايمتى رح نبطل نهتم بكلام الناس؟ كوني متأكدة انك انتي اذا عم تسعي وعم تتطوري وعم تتقدمي المجتمع هذا رح يتهمك في اكثر شيء حساس عشان يحجمك ويقزمك اللي هو شرفك. رح يقولك انتي ليش تلبسي هيك، انتي مش منيحة، انتي المفروض تحكي هيك، انتي مش منيحة، انتي المفروض تمشي هيك، انتي مش منيحة، ويتهمك في شرفك. ليش؟ لانه عارف هاي النقطة هي الحساسة. تكوني واعية بهالشي، اذا انتي عم بتمري بمرحلة زي هيك you are enough. choose yourself, choose to say no to all the toxic energy. اي حاجة ما راح تخدمني let it go. ليش بنخاف انه احنا نتخلى على الاشياء السلبية؟ ليش؟ بيت القصيد واللي حبيت اقوله انه اي شيء ما راح يخدمكم كونوا مستعدين للتخلي. زي ما عندنا طاقة التمسك بالاشياء عالية، خلوا عندكم طاقة التخلي عالية. لا ترددوا كلمة oh my god ما اقدر اعيش بدونه. لو تعرفوا كمية العلاقات اللي انا تخليت عنها اللي ما كانت عم بتطورني وما كانت استثمار منيح، راح تقولوا انه واو كيف قدرتي؟ لانه عندي طاقة التخلي، انا اهو عايشة ها تخليت عن هدول الناس وعايشة احلى حياة وسعيدة ومتطورة وبعمل الاشياء اللي بحبها وعم بكبر عم بتطور. ما تغير ولا شيء، لهني الاكسجين، لهني الاكل، لهني المية. وكوني متأكدة يا عزيزتي المرأة انه اذا طلعتي برا بلدك انت ستسمينا بالعاهرة، انت ما بعرفش اتطلقتي لانه زوجك هاد عم يضربك، انت عاهرة. فاي شيء راح تسويه راح يضربوكي بالشرف، هني هيك راح يحكوا. فطز عيشي لنفسك. المرأة اللي بتحب حالها هي مرأة حرة. لما بحكي عن الحرية بقصد من افكار الناس. انت لازم هون في راسك بتدور افكارك، مش افكار فلان. افكار فلان بتمثل فلان ولا تمثلك. ليش بتخلي فكرة فلان بتقيد كل حياتك؟ بعطيكم كمان مثال ثاني. في احدى الصديقات عندي زمان بتقولي عندك احلام كثيرة عالية، انزلي شوي للواقع وفكري باللي موجود. يعني مين مفكرة حالك انه هيك بهالطريقة؟ وعن جد في فترة ما انه بقول والله ما حق، انه ليش انا مفكر هيك؟ يعني خليني ارضى بالواقع، خليني ارضى بالموجود. ولفترة ما عشت عن جد كلامها، لانه حلم صاحبتي هاي كان انه تتزوج. بس انا ما عم بنتقدها، هي حرة، كل مرأة حرة. انا مستحيل انتقد خيار اي مرأة في العالم، كل شخص حر في اختيار احلامه وطموحاته. لكن انا مش تفكيري زي صاحبتي. صحيح الزواج مهم، صحيح اني انا بحب ارتبط، بحب تكون عندي علاقة صحية، لكن
هاي مرحلة من حياتي مش كل حياتي، أنا عندي حياتي. ليش المرأة مضطرة إنها هي توقف كل حياتها بس تتزوج والرجل يعيش حياته طبيعي؟ ليش؟ ليش أحد من طموحي؟ لأنه طموح غيري هيك. I have the potential، أنا عندي القدرة، أنا بستحق أشياء كثير عالية في الحياة، أنا بستحق أعيش أحلى حياة. لا تخلوا أفكار غيركم تجسد حياتكم، لأنكم بس تعطوا أوكي لأفكار فلان كأنكم عم بتعيشوا حياة فلان مش حياتكم. إياك ثم إياك تحدي من طموحك وتحدي من قدراتك، لأنك لما تحطي شغلة في مخك بتوصلي بتوصل. يعني أنا مثلا أعطيك مثال، هاي يوتيوب تشانل أول ما بلشتها إيش هالهبلة هاي؟ إيش هالمجنونة هاي؟ إيش بتسوي؟ إكسكيوزني، حالينا عندي 500,000 متابع، لأنه أنا I shut down كل الكلام، لأنه أنا هيك سكرت وداني وبس مركزة في الشي اللي أنا عم سوي. مدام في حب في الموضوع ففي نجاح. فمن هالمنصة هاي بذكرك صديقتي وعزيزتي الغالية، يمكنك تحقيق أي شيء تحبينه في الحياة. خليكي فقط مؤمنة بالبروسس، مؤمنة بالبوتنشل تبعك. احنا أذكياء، احنا جميلات، احنا قويات، احنا فينا نسوي شو ما بدنا، ولا حد ولا أحد يقدر يقولنا لا. قبل ما تصدقي كلام فلان قولي أنا مميزة، أنا بستحق أغلى شيء، بستحق ألبس أغلى البراندات، بستحق أسافر في the most luxurious trip in the world، بستحق أني أنا بتكون عندي أفخم سيارة، بستحق بارتنر يقدرني ويحترمني ويعليني ويدعمني، بستحق شغل يقدر موهبتي يقدر قدراتي، بستحق بلد يحترم أفكاري، بستحق أصدقاء يتقبلوا جنوني ويتقبلوا غبائي. يعني لا تخلي فكرة فلان لأنه هو عايش حياته بطريقة معينة وراضي بالأفريج، يعني أنت لازم ترضي بالأفريج. Excuse me، حتى يعني في الدين وفي القرآن وكل شيء بيقولك أنه أطلب الماكسيموم. ما بعرفش مثل بيقول انه اطلب القمر لتكون بين النجوم او شيء زي هيك، يعني انت احلم بشيء كثير عالي، حتى اذا ما وصلتش للشيء هذا العالي وصلت لشيء قريب منه اتليست. خلوا احلامكم يعني اتواضعوا في كل شيء الا في احلامكم والا في الدعاء. الله كبير، كما ربي عطى الفلانة مش يعطيك لك انت. واياك تحزي على واحد النصيب من الفرح، اذا شايفة في فلانة حاجة باهية فانت اسعي انك انت تكوني كما فلانه، ما تحسدش فلانه. دائما نشوف انه الكلام الوحش والكلام السلبي اللي بيجي على مراه معينه يا اما من رجل ما بيعرف يوصل لها، او بنت تطمح لاسلوب حياه هذيك البنت، بتمنى تعيش حياه فلانه بس ما قدرت. فلا تكوني عدوه لاختك ولا صديقتك المراه، لان كلنا بنكمل بعض وكلنا بندعم، لان المراه ليست بعدو المراه. نحس حالي عم بطلع برا الموضوع، خليني ارجع للنقطه الاساسيه، انه الكوميونتي اللي احنا والناس اللي بنتواصل معها بتاثر فينا، فلازم ننتقيهم بعنايه، سواء الاصدقاء او البارتنر. لازم يكون في توافق فكري، لازم يكونوا السند، لازم يكونوا دعم، لازم يكون عندنا نفس البيرسبكتيف، لازم نحترم بعضنا، نحترم خصوصيه بعضنا، لانه هاي العلاقات اذا بتقولي او ماي جاد اتقبل وما اتقبل، لا، هاي العلاقات هاي بتاثر، يا اما تطلع احسن ما فيكي يا اما تخليكي في اسفل السافلين. حبوا حالكم بالطريقه الكافيه انكم انتم تكونوا اولويه نفسكم. انا اول شيء بعدين يجي الشخص الاخر، انا اول شيء بعدين يجي فلان. للي اي شيء ممكن يعكر 0.001% من مزاجي. انا حرفيا في كل يوم بختار فيه نفسي، بختار فيه صحتي النفسيه، هاي تفيدني. ما بضيعش وقتي انا في طلعه مش راح تفيدني، ما بقعدش انا مع شخص ينمم وراح يعطيني طاقه سلبيه، ما بقعدش مع شخص تافه وتفكيره تافه، ما بقعدش مع شخص انا بعرفه منافق وما يحبنيش. الوقت اللي راح اعطيه لاستثمر فيه في علاقه انا بعرف ما راح تكملوها للشخص هذا اصلا ولا في بالي، بستثمره انا في دراستي، بستثمره اني انا بروح للجيم، بستثمره اني انا بحكي فيه مع اهلي والناس اللي بتحبني، لاني انا مش ضامنه عمر اهلي ومش ضامنه عمري ولا عمر حبايبي. بحس حالي اني انا طولت كثير في الحكي، ف حطوا معايير لحالكم يا جماعة، حطوا معايير عالية لرفاهتكم ولسعادتكم، هاي أهم نقطة في حب الذات.
تقبلوا نقاط ضعفكم، عرفوا نقاط قوتكم وطوروها، تقبلوا عيوبكم، تصالحوا مع الماضي. ما في أي حدا فينا ما عنده ماضي أليم، ما عنده ذكرى أليمة، ما عنده تروما. يعني لو بحكي لكم أنا على كمية الترومات اللي عشتها في حياتي لتستغربوا، كلها صلحت معها وكلها فيني أحكي عنها بكل حرية. خلوا عندكم الوعي الكافي لتعرفوا انتم بشو تحبوا وشو بتفكروا، تسووا your actions ولا افعالكم بتكون based على انتم شو بتحتاجوا مش انتم شو بتحبوا. يعني انا ممكن احب اكثر شخص توكسيك في كوكب الارض، لكنه هالشخص هذا التوكسيك مش راح يخدمني في حياتي. الشخص التوكسيك راح يأثر على الكواليتي تبع حياتي، راح يأثر على انتاجيتي، راح يأثر على سعادتي. فهل انا اروح مثلا لشخص يعني سو توكسيك واجيبه لحياتي لانه انا فقط بحبه؟ لا، that person is not serving the high quality that I deserve. انا بستحق الافضل. سووا الأشياء مش لإنكم أنتم بدكم هذول الأشياء تسووها، سووها لإنكم تهتموا بنفسكم، لإنكم تحبوا نفسكم. انتبهوا للأوقات الفراغ كيف بتقضوها، انتبهوا لأكلكم، سووا رياضة، خلوا عندكم روتين صحي. راهو حبكم لذاتكم هو الحاجة اللي تحفزكم إنكم أنتم تسووا أشياء في يومكم، إنكم أنتم تحسنوا حالكم. فحب الذات هو زي الوقود اللي بيمشي أو بيحرككم. فكل ما تشبعتوا بذاتكم أكثر، كل ما كان عندكم إنرجي أكثر. إذا أنت كنت unhappy في مكان معين وعندك القدرة أنك أنت تفل من هالمكان، فل. إذا هالشغل هذا يعني مدمر لك حياتك أو الدراسة هاي مدمرت لك حياتك وعندك فرصة لشيء ثاني، فل. حتى لو كان ما عندك اخلق الفرصة لحالك، ما تقوليش مستحيل. لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله، لن تمطر عليك السماء ذهبا ولن تنحني لك الجبال، فقف على ناصية الحلم وقاتل. من الاخر وعلى الاخر، نفسي ثم نفسي ثم نفسي حتى ينقطع نفسي. والله هذا شعاري للابد. يعني في موقف هيك شفته قدامي للصديقة تبعي، كانت عم بتعاني من سيتويشن مش مضطرة انها هي تعاني مشانه. فصليت عم بتطلع في بقول ليش عم بتتحملي هالشي؟ هل هالشي بيخدمك؟ بيطور منك؟ هل هالشي ملزم عليكي؟ الاجابة كانت لا. طيب ليش بتجاملوا؟ ليش بتجاملوا؟ هل بتجاملوا في طاقتكم؟ هل بتجاملوا على ظهر رفاهية حياتكم، على ظهر سعادتكم؟ كيف بتسووها؟ يا عمي ليش ما عم بتحبوا حالكم بالطريقة الكافية اللي حتى تقولوا للأشياء اللي ما عم تخدمكم بكا إلى اللقاء؟ لا تجاملوا في شيء زي هيك، جاملوا في كل شيء إلا شيء زي هيك، إلا نفسك يا عمي. بعرف انه كونسبت تبع حب الذات هو كونسبت يعني معاصر جدا وحديث جدا وبعده راح يتطور، لكن بقولكم انه هاي الكوميتمنت هاي اتس ماراثون، مش شيء يحصل ما بين ليله وضحاها فجاه انا احب نفسي. يعني انا قلت لكم كنت بفكر اني انا بحب نفسي، حتى صار موقف ما عرفني انه انا لا، انا مش عم ما وصلتش يعني لليفل الوحش في حب الذات. هلا ممكن بقول انه انا قربت لليفل الوحش. ليفل الوحش لما تشوفوا حالكم unhappy في اي situation، يعني نفسكم بتقولكم باجالوستا، نفسكم بتقولكم رجاء انقذوني. دايما متفتحين للتعلم، تتعلموا اكثر شو يعني حب الذات. هو حرفيا dedication حب الذات هذا كل يوم. حب الذات عبارة عن جورني، وحرفيا هو ماراثون، مش انه ارن بيبي وخلاص وصلنا، لا هو ماراثون. حرفيا من احلى الشعور اللي ممكن تحسه في حياتك هو استشعارك لحبك لذاتك في ابسط التفاصيل اللي موجودة. اللي انا حاليا عم احسه، بتمنى كل بنت وكل شخص وكل شاب يحس بالشعور هذا. بحس انه صار لنا زمان ما سوينا التولكس هاي والشيتشات، لانه دايما بسوي فلوجز وهيك. فاذا حبيتوا حديثي وتواصلي معكم، اكتبوا لي افكار ثانيه لفيديوهات بتحبوني اني انا اسويها، او مواضيع معينه بتحبوني احكي فيها، لانه بحس انه انا عندي بوتنشل انه انا احكي لكم كثير.
أشياء. نرحب بجميع الأفكار يا أصدقائي، إذا حبيتوها كمان، إذا حبيتوا الفيديوهات حطوا لايك، لأنه لايك كثير بشجعني، لأنه أنا بحط كثير مجهود في فيديوهاتي من ناحية كل شيء حرفياً، وبتعرفوا أنه أنا قديش سكجول تبعي بيزي بحكم دراسة الطب وكونتنت كرييتر، it's so hard to manage مع الجيم وهيك كذا، فحفزوني حمسوني حسوني بأهمية الأشياء اللي أنا بسويها. حسيت اليوم حالي إني كثير سيريس وعصبت شوي لأنه الموضوع كثير بيمسني، بس هيك بعدني كيوت، بعدني صديقتكم ميرا المرمورة اللي بتعرفوها. كثير بارك مع حالكم، أحلمكم وقلوبكم. نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم اللي غالبا راح يكون فلوج على قسم طب الأطفال. أرمونيا بيبي، سلامتي يا هلا، بسلامة.